كبير نور الدين عن المكتب الجهوي لحزب الاشتراك الموحد. مشاركتنا في هذه المسيرة هي استمرار للدعم اللي كانت عبرت عليه الهيئات الديمقراطية السياسية والحقوقية والمدنية بمدينة مراكش، للدعم جميع الخطوات النضالية اللي قدمت عليها السيدتي رفقة بعض النقابات واللي تمثلت في دعمها وانخراطها في إضراب 20 فبراير، وكذلك مشاركتها في هذه المسيرة الشعبية اليوم. مشاركتنا كنجي لدعمها من أجل مطالبة الحكومة فتح حوار جدي لاستجابة ديال المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة ولعموم الشغيلة بالمغرب، ثم كذلك تجي من أجل رفع القيود على الحريات النقابية خاصة بالقطاع الخاص ودعم حرية العمل النقابي، ثم كذلك من أجل إلغاء فصل 288 من القانون الجنائي واللي كيجرم الإضراب عمليا في القطاع الخاص، ثم كتجي كذلك من أجل الدعم ديال الفئات خصوصا على مستوى المطالب ديال الشغيلة، مطالب الصحة، ومطالب الجماعات المحلية، ومطالب ديال العديد من القطاعات.